السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ فيديو النهارده هنتعلم ازاي نرسم العين. هنبدا اول حاجه ان احنا نحدد الاوت لاين بقلم درجه خفيفه. نبدا نحدد الخط اللي فوق العين بنفس الشكل اللي ظهر قدامنا. هاخد التحديد كده واخلي بالي ان الدرجه تكون خفيفه. ممكن احنا نستخدم قلم 4 اتش او 3 اتش او اي درجه من درجات الاتش، بس اهم حاجه الدرجه تكون خفيفه. بعد كده ابدا ان انا احدد التحديد بتاع العين من تحت. امشي على الخط كده بالتحديد واحده واحده واطلع بالجزء الاخير ده علشان اعمل القناه الطبيعيه في الجزء الاخير، يكون صغير ما تكونش كله مثلا ماشي خط مستقيم او كده. بعد كده هبدا ان انا اعمل النني، احدد النني وسايب مكان تحت لمكان بدايه للرموش ومكان تحديد العين من تحت، الاثنين بيفرقوا معايا وهتلاحظوا ده برضو في نهايه الفيديو. هبدا ان انا احدد، والدايره اهم حاجه تطلع معايا مظبوطه ومستقيمه بنفس الشكل اللي ظهر قدامنا كده. نبدا ان احنا نحددها. بعدين هعمل الخط اللي بيكون فوق العين لما العين تكون مفتوحه. الخط ده بيظهر لما العين تكون مفتوحه اكتر. هبدا ان انا احدده بنفس الشكل كده واحده واحده واوصله من الجوانب كلها. اهم حاجه ما يبانش ان في خطوط خارجه من الجنبين او في اي جنب فيهم. هبدا ان انا احدد الخطوط كده، اهم حاجه كلها تكون ناعمه ومستقيمه على بعض. نبدا ان احنا نحدد التحديد بتاع اللي فوق العين او المكان بتاع الرموش. هبدا ان انا احدده كده، هو تقيل من الاخر وبعد كده بيخف واحده واحده. بعدين زي ما قلت لكم هنحدد خط لتحديد الرموش اللي موجوده تحت، وبعدين خط بيحدد العين بيكون فيه جزء ابيض او جزء فاتح بس واخد درجه خفيفه، بيكون تحت نن العين بس كده، مش بيكون ظاهر في كل العيون، بيكون ظاهر اكتر في العيون برضو اللي التفاصيل بتاعتها باينه قوي او واضحه او اللي الجوده بتاعت الصوره فيها بتكون عاليه. بعد كده بعمل الخط اللي بيكون زي تظليل تحت العين كده بنفس الشكل ظهر قدامنا، ده بيبرز ان القرنيه خارجه بره العين نفسها. بعدين هسيب مسافه فوق الخط اللي احنا رسمناه فوق العين، وبعدين ابدا ان انا احدد الحاجب. بحدد الحاجب وطالع بزاويه لفوق ناحيه الشمال. طبعا الحاجب العينين بتكون وسط الحاجب، يعني الحاجب بيكون اكبر من العين من الجنب اليمين ومن الجنب الشمال. هبدا احدده بنفس الشكل كده، في الاخر شعر بيكون صغير او حاجات بس بسيطه. انا في الرسمه دي هستخدم قلم فيبر كاسل، الدرجة بتاعته ميديم بنفس الشكل اللي ظهر قدامكم ده كده. ومش شرط بس ان احنا نستخدم فيبر كاسل، ممكن ان احنا نستخدم مارس او ان احنا نستخدم كونتي، الاثنين او الثلاث درجات بيكونوا كويسين جدا ان احنا نستخدمهم. هبدا احدد الاضاءة اللي موجودة في العين. الاضاءة هنا موجودة معايا على شكل مستطيل كده جوه نين العين. بعدين ابدا اعمل البؤبؤ بتاع العين بيكون على شكل دايره كده تحتها. فانا رسمت مثلا شكل مربع، ابدا ارسم التظليل اللي حواليها. مش شرط ان احنا نرسم حاجه بالترتيب، براحتكم خالص في الترتيب بتاعه الرسمه. هبدا احدد الحدود بتاعه النين كده من بره من الجنبين، وابدا برضو اعمل التظليل اللي موجود في البؤبؤ بتاع العين. بظلله واحده واحده كده، بجيب درجه تقيله. طبعا الدرجه دي هي شايفين الفحم بيخف معايا او بيطلع بودره بتخف معايا. فبعد التسيح هنبدأ ان احنا نعيد عليها تاني مرة تاني عشان احنا نجيب اتقل درجة او السواد اللي موجود في الصورة. بحدد الحدود بتاعت النني كده من بره، همشي عليها واحدة واحدة واخلي بالي ان هي تطلع معايا بشكل دايرة يكون مظبوط وناعم، علشان ان انا مخرجش بره الشكل ولا يطلع معايا شكل مربع، علشان في كتير قوي من الناس بيعملوا على شكل مربع اللي هي مفروض ان هي شكل دايرة كلها مظبوطة من اولها لاخرها. هبدأ بعد كده ان انا اظلل الجزء اللي جوه العين او الجزء اللي فاضل بس اللي تحت ده، بس عملته درجة خفيفة بحيث ان هو بيدي العين درجة، او لما احنا نسيحها يدي العين درجة خفيفة عن السواد اللي موجود فوق العين. هبدا ان انا احدد الخط بتاع الرموش. مش شرط ان احنا نحدده اسود، ممكن ان احنا نخليه واحنا بنرسم الرموش، بس انا بفضل ان احنا نظلله وبعد كده نرسم عليه الرموش بحيث ان هو بيديني درجه تقيله او درجه سوداء قوي، بيسود المنطقه اللي فوق كده. الرموش اللي فوق بتكون معايا موجوده تقيله. هبدا ان انا امشي عليها واحدد عليها واحده واحده كده بنفس الطريقه، بعد عليها عشان يديني الدرجه السوداء، الدرجه اللي هي التقيله جدا، واكمله كده لحد الاخر. باكد على كل جزئيه فيها علشان المسام بتاع الورقه ما تسيبليش جزء فاتح او حاجه، وسبت الجزء الاخير ده عشان لما نيجي نرسم الرموش. هبدا ان انا اعمل الخط اللي فوق العين، وشايفين بيكون رفيع جدا ما تخنش فيه او حاجه، ويفضل كل شويه ان احنا نبري سن القلم علشان السن بتاع القلم الفيبر كاسل بيكون تخين شويه، او معظم اقلام الفحم السن فيها بيكون تخين، فنخلي بالنا برضو من الجزئيه دي. هبدا ان انا احدد الخط اللي تحت، بس شايفين رفيع جدا وخفيف، رفيع وخفيف حتى الدرجه بتاعته خفيفه جدا، فنخلي بالنا برضو احنا بنحدد الجزئيه دي. لو عملته اسود ودرجه تقيله بيبوظ معايا العين، فاحنا نحدده خفيف. وباكد عليها تاني علشان في كتير بيغلط في الجزئيه دي. الدرجه اللي تحت خفيفه، والدرجه اللي تحتها برضو خفيفه، خفيفه او يمكن كمان الخط اللي تحت بيكون موجود ما بيكونش موجود قوي، يعني علشان احنا بنرسم عليه الرموش او بنطلع منه بس الرموش. هجيب قلم بعد كده تظليل وابدا ان انا اسيح الجزء اللي موجود جوه.
مش شرط خالص ان احنا نسيح العين، احنا ممكن ان احنا كاكاديميين او كحد اكاديمي يبدا ان هو يظلل بس ما بيحبش ان هو يسيح، بس انا حابب ان احنا نطلعها واقعيه اكتر، هنسيحها ونطلعها ناعم علشان البودره بتاعت الفحم تظهر معايا وتسيح معايا الرسمه. هبدا اظلل على الجزء اللي تحت، شايفين درجته اخف او درجته افتح شويه من السواد اللي موجود جوه العين، هنبدا ان احنا نفتحه واحده واحده برضو بحيث ان احنا ندي درجه للعين وتكون افتح من كده بشويه. وفي طبعا اقلام او احجام مختلفه لاقلام التظليل او اقلام التسيح، علشان لو بنعمل بيها التفاصيل او الخطوط الصغيره لو مش قادرين ان انتوا تتحكموا في السن التخين ده، بظلل حواليها او بحدد الحدود اللي حواليها بتكون تخينه بس كده معايا شويه، بحيث ان هو يبرز ان الخط ده داخل جوه العين. هجيب بعد كده فرشه، ويفضل فرش الميك اب انا بفضلها اكتر من فرش الرسم، بتكون افضل بالنسبه لي. بس نختار فرش معينه، يعني اللي هي بتكون على الشكل الدايره من فوق كده، او شكل اسمه لسان القطه، يعني سالت عليه في كذا مكتبه بيظهر بالشكل ده كده، بيكون كويس الصراحه، يعني جربتها كتير جدا وخامات كتير مختلفه. واهم حاجه الشعر بتاعها الملمس بتاعه يكون ناعم. خدت من البودره اللي موجوده فوق اللي هي كانت سايحه معايا او اللي هي كانت خارجه من العين، وبدات ان انا اظلل العين بالشكل ده. ما رسمتش قرمش ليه ولا رسمت الحاجب ليه لحد دلوقتي؟ علشان احنا ممكن لما نرسم الشعر ممكن ان احنا هنسيح عليه، او احنا بنظلل او بنسيح البشره الدرجه بتاعته هتخف، وهو بيكون سواد تقيل جدا، فاحنا مش عايزين احنا نخففه، احنا عايزين الدرجه السوداء اللي هي التقيله اللي موجوده في الشعر بتاع الرموش والشعر بتاع الحاجب. هسيحه بالجزئيه دي، وبدل ما احنا ما ناخد من العين عشان ما تبصش معانا او كده، ممكن ان احنا نجيب ورقه خارجيه ونظلل عليها ونعمل البودره اللي موجوده برضو اللي حوالين العين، واحنا بندي درجه للبشره اللي موجوده حوالين العين. ويفضل انتوا لو ترسموا الرسمه في شكل مربع او شكل مستطيل هتظبط معاكم برضو، بحيث ان انتوا ما تخرجوش بره الشكل ده وتظبط معاكم الرسمه اكتر، هوريها لكم برضو في نهايه الفيديو. هبدا ان انا اظلل عليها بالشكل ده. طبعا الفرشه هي جابت خلاص كل التظليل اللي فيها او خفت قوي، مش راضيه تجيب معايا درجات تانيه، فجبت ورقه خارجيه وبعد كده بدات ان انا شخبطت عليها بقلم الفحم، وبدات ان انا اخد منها بودره. حتى لو تقلت معايا احنا هنخففها كده كده شويه مفيش مشكله. هبدا ان انا احدد الاماكن التقيله، اللي هو الخط اليمين اللي فوق اللي احنا متقلينه ده بيبرز في جزء من العض، بيكون بارز في الجزئيه دي عند بعض الناس مش عند كل الناس برده، والجزء الثاني اللي هو بيبان العين داخله جوه اللي هو من منطقه المناخير. وابدا اعمل الخط اللي تحت العين ده علشان يبرز ان القرنيه طالعه بره شويه بس بالعين. هبدا ان انا اسيح عليها كده، سرحتها لكم بس شويه، نبدا ان احنا نسيح عليها. واهم حاجه وانا بظلل الجزء اللي بتاع الحاجب ده مخفيش المكان بتاع الحاجب، يعني شايفين الاوتلاين ما اختفاش معايا، هو خف شويه والتظليل جه برده عليه، بس هو انا ما خفتهوش عشان لسه هرسم طبعا الحاجب. هبدا ان انا اسيح بالطريقه دي كده واحده واحده، طبعا خدوا وقتكم فيها بحيث ان هي تطلع معاكم حلو. الرسمه دي ما تقلش معاكم عن نص ساعه، نص ساعه زاد او قلت عن نص ساعه الرسمه مش هتطلع افضل حاجه. هتطلع كويسه لو 25 دقيقه، يعني مش بالتحديد بالوقت في الرسمه، ممكن تكون ايدكم اسرع شوية مفيش مشكلة، بس كل ما تطولوا في وقت الرسمة كل ما تطلع معاكم أحسن. هبدأ إن أنا أسيح ده، أنا كده حطيت التسيح كله، بعد كده هجيب أستيكة الفحم، ومش شرط أستيكة الفحم ممكن أستيكة عادية بس نخفف بيها تكون درجة خفيفة، باخد منها جزء بس بسيط كده عشان هي كل فترة إحنا بنغير فيها مثلا الأشكال، بشكلها على شكل يعني شكل دائري كده من فوق، بحيث إن أنا أو شكل خط برضو على حسب المكان اللي أنا أمسحه، فببدأ إن أنا أخفف المنطقة اللي فوق دي. ممكن إحنا نستخدم الأستيكة، أستيكة كهرباء أو قلم الجل إن إحنا بنعمل الأماكن البيضاء اللي موجودة فوق العين، بس حابب إن إحنا نستخدم أبسط بس حاجة، نبدأ إن إحنا نفتح بيها الأماكن اللي موجود هنا. الاستيكه دي عاديه موجوده في معظم المكتبات بتاعه الرسامين، مش موجوده في معظم المكتبات العاديه. نبدا ان احنا نفتح الاماكن اللي موجوده في القرنيه كده، بتكون افتح، بتكون واخده درجه اغمق شويه من لون الورقه اللي هو اللون الابيض. فتحت معظم الاماكن اللي موجوده حواليها، بتكون طبعا افتح من لون البشره، مش شرط برضو تكون افتح من لون البشره عشان الناس اللي بشرتها لونها فاتح او لونها ابيض قوي. طيب تمام، نبدأ ان احنا نفتح الاماكن اللي فوق العين، بنبرز ان هي طالعه بس جزء شويه او الجزء ده فاتح او واقع عليه منطقه اضاءه. بفتح الجزء اللي هنا ده، وده طبعا المنطقه بتاعت المناخير. فاكرين لما كنا بنرسم المناخير في بعض الصور كنا بنرسم الخط اللي هو موجود على الجنب، هو ده الخط اللي موجود على الجنب بنفس الشكل ده كده. فتحت المنطقه بتاعته، هبدأ افتح الخط اللي موجود تحت العين بحيث ان انا ببرز الجزء اللي موجود برده جوه، وهفتحه برده واحده واحده لما نيجي نرسم عليه الرموش. فتحته بالجزئيه دي، فتحته او مسحت، حملت الحدود بتاعه المربع او الحدود بتاعه الشكل المستطيل اللي احنا قلنا هنعمله برده في الاخر، فانتوا لو تحددوا ده من الاول هيسهل معاكم جدا في الرسم، هيكون افضل. شايفين كده بقت جوه مربع. لما ابدا بعد كده هجيب فرشه صغيره، مش شرط ممكن نجيب نفس الفرشه بس عشان بعمل بيها التفاصيل اصغر شويه، هظللها بنفس الشكل. انا مش بظللها يعني، انا بعيد عليها بحيث ان انا بنعم الاماكن اللي هي حواليها،
بنعم الأماكن بحيث إن أنا بجيبها بالتدريج، ما يكونش في منطقة فاتحة أوي أو منطقة غامقة أوي، نجيبها بالتدريج. بعد كده هجيب سن القلم وأبرد سن يكون رفيع جدا، هبدأ إن أنا أعمل بيه الخطوط اللي موجودة في الرموش، بعملها رمش رمش كده وتكون جاية معايا على شكل قوس، شايفين بنفس الشكل الدائري ده كده، بعيد عن الرمش كذا مرة بحيث إن أنا معملش عدد رموش كتير. هي الصورة دي فيها عدد رموش كتير برضو شوية، حاجة بسيطة وبيبان ان هو قتل في بعض الناس. ممكن لو الناس حاطة، لو شخص مثلا او البنت دي مثلا الصورة بتاعت العين محطوط كحل، محطوط اي لاينر، محطوط اللي هي الحاجات اللي بتتقل، الحاجات اللي بتكون فوق العين للدرجات بتاعت الميك اب او حاجات زي كده، يعني اظن البنات تفهم في ده اكتر. بس في الرسم يعني بيحلل شكل واوقات، يعني على حسب برضو الصورة او درجة البشرة اللي بيمشي معاها. هبدأ أعمل الرموش كده، وفي النص بيكون الرموش في بعض الأشكال داخلة ببعض. أظن في ناس كتير عندها مشكلة أوي في الرموش، فلو أنت مبتعرفش ترسمها حاول تتدرب عليها كتير. والمشكلة دي عند معظم الناس، يعني مش عندك أنت بس. هبدأ إن أنا أحددها كده، بحدد الجزء الأخير ده الرموش بتاعته صغيرة ورفيعة جدا، وبقلل في عددها مش زي الجزء اليمين بيكون فيه العدد كبير وحجمها أطول شوية، وفي النص طبعا بيكون أطول حجم للرموش. ببدأ ان انا اعيد عليها بس في الاخر كده، او بعمل جزء ان هي داخله بشكل دائري، يعني شايفين باين ان هي فيها اجزاء منها او باين ان الرموش جاي من تحت. برسم الرموش اللي تحت، الطول بتاعها قصير وعددها اقل كمان، ما بعدش عن الرمش كذا مره، ما بيكونش تقيل زي الرموش اللي موجوده فوق. وببدا الرمش موجود منين؟ من الخط التاني اللي موجود اللي احنا عملناه تحت العين، ما بداتش من الخط اللي موجود في العين، عشان دي برضو في ناس بتغلط كتير فيها. هبدا ان انا احدد على رموش كده. انا كده طبعا برسم عدد رموش كتير، مش موجود في معظم العيون، الرموش بتكون قليله، بس الصوره اللي احنا بنرسمها النهارده الرموش اللي موجوده فيها كتير، او في بعض الصور البنات بيكون مركبه رموش فهو بيتقل في العدد شويه، يعني فاظن دي ممكن متقله في الرموش اكتر. هبدا ان انا احددها كده بنفس الشكل، وبخفف برضو في الاماكن اللي موجوده في الاخر، في النص بيكون اطول عدد للرموش، بعيد على بعض الرموش كده بحيث ان انا بدخلها في اتجاهات مختلفه شويه او حاجه، وبرضو علشان الصوره قريبه قوي فبين التفاصيل اللي موجوده فيها. كل ما الصوره تبعد كل ما التفاصيل بتقل شويه، الا الصور اللي بجودتها اعلى من كده بكتير. حددت عليها بنفس الشكل كده، وحدد الحدود من بره برضو، شايفين عدت عليها كذا كذا مرة. حابين ترسموا عدد أقل من كده مفيش مشكلة، بيكون أفضل يعني أكيد. هظلل الجزء اللي جوه ده بحيث إن أنا أديله درجة تظليل شوية، حاجة بس بسيطة، بحيث إن هو يبان إن في، يعني هي مش تجاعيد، هو بيكون خطوط أو كسور موجودة في القرنية بتاعت العين. هبدأ إن أنا أمشي بس الفرشة حاجة بس خفيفة، بحيث إن أنا بفتح المنطقة اللي بتاعت الرموش اللي تحت، لكن الرموش اللي فوق أنا عايزها كده كده تقيلة، فمش محتاج إن أنا أخفف عليها. هجيب بعد كده سن القلم، والسن اللي أنا بريته تاني ممكن إن هو يكون رفيع. هبدأ إن أنا أرسم الحاجب بنفس الشكل ده كده، الشعر بتاعه رفيع جدا جدا عشان السن بتاع قلم الفحم بيكون تخين، فيفضل إن أنتوا تلفوا القلم كل شوية بحيث إن هو يديكم صورة إنه رفيع، أو إن أنتوا تبروا سن القلم برضو كل شوية، ويفضل إن إحنا نبريه بقطر، ما يكونش بقطر أو مشرط، يعني ما يكونش بالبراية عشان البراية تكسر أكتر. هبدأ أعمل الرموش كده، ويبان في بعض الرموش إن هي بتكون بشكل عشوائي، وأسيب بعض الأماكن في النص فاتحة عشان تبرز لون البشرة برضو اللي موجود معايا، أو هو ده يبان الشكل إن هو يكون طبيعي أكتر معايا. هبدأ أعمل بعض الرموش خارجة لفوق كده، وبعدين بكملها لتحت على حسب الصورة اللي أنتوا بترسموها برضو. هبدأ أكمل الرموش لتحت كده، عذرا، أكمل حاجب لتحت، بعملها واحدة واحدة، شعراية شعراية، وارفع ايدي، شايفين انا ايدي انا بعيدها خالص عن العين ورفعها خالص. ممكن انتوا يفضل ليكم انتوا تلفوا الصورة بحيث تاخدوا راحتكم اكتر في رسم الحاجب، لكن ما تقربوش ايديكم من الرسم عشان هتتسيح وهتبوظ معاكم، وهتيجوا تمسحوا وتعيدوا عليها الحاجات يعني هتفضل ان هي تبوظ منكم او مش هتطلع افضل حاجة يعني، فيفضل انتوا تبعدوا ايدكم خالص عنها. ولو بترسموا بورتري كامل يفضل ان تحطوا ورقه تحت ايدكم او تلف السكتش يعني على الزاويه اللي انتوا بترسموها، لكن ما تسيحوش الرسم خالص عشان دي بتعمل مشاكل كتير جدا، يعني ما بتطلعش الرسم افضل حاجه. عملت الحاجب برضو الاخير ده كده واحده واحده، الشعر اللي في الاخر بيخف معايا وحجمه بيقصر، يعني في اجزاء بتكون طويله، وببدا ان انا اكملها من النص كده لفوق، شايفين طالعه معايا بالاتجاهات ده، واعمل اخر الشعرايه رفيع علشان يبان ان هي طالعه من البشره نفسها. وبكده يعتبر احنا خلصنا الحاجب وخلصنا اظن العين كلها. طبعا ما ننساش ان احنا نمضي على الرسمه دي، حاجه مهمه جدا جدا، وحاولوا ان انتوا يكون ليكم شكل او امضه معينه ان انتوا تمضوا بيها على الرسومات، يعني يكون ليكم فورمه معينه عشان مثلا، وبالذات لو اسمكم متشابه او موجود منه كتير،
لكن لو كشخص اسمه فريد او ما شافش مثلا الاسم ده موجود كتير او حاجة، عادي ممكن يكتبه كاسم فردي بدل اسم ثنائي. بعيد بس عليا كده حاجات بسيطة، تفاصيل صغيرة، بتقل البؤبؤ بتاع العين وتقل المناطق دي لو حسيت ان هي مثلا تقيلة شوية. هبدأ اعمل الرموش عاملة انعكاس شوية كده على الاضاءة اللي موجودة في العين، حاجات بس بسيطة يعني مش تقيلة اوي. ظللت عليها بنفس الشكل ده كده، واشوف لو ناقصها اي حاجة ابدأ ان انا اعيد عليها او بكمل عليها بس في الاخر كده، حاجات بس بسيطة بتدي لمسة في الاخر كده بس للعين. واعمل الخطوط اللي موجودة تحت بحيث ان هي تكون متقسمة تبان ان هي طبيعية معايا اكتر. وطبعا الامضاء محمد عبد الرحمن. متنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو انتوا لسه جداد، وبعد ما تطبقوا على الرسمه ممكن تبعتوها على رابط التليجرام او على الواتساب للمراجعه. والسلام عليكم.